سياسة أمريكية مترددة في اليمن، وبشكل أخص تجاه المتمردين الحوثيين. فملف الأزمة الذي وضع لسنوات على الجانب من طاولة الأولويات فتحته إدارة بايدن مرتين في غضون 4 سنوات، الأولى لسحب ورقة تصنيف الحوثيين من قائمة الإرهاب في فبراير من عام 2021، والثانية للعدول عن القرار الذي يبدو أنها أدركت تبعاته. 4 سنوات على قرار وصفه مراقبون وقتها بأنه عربون من واشنطن لطهران، يمهد لعقد صفقة كبرى جديدة مع إيران ترتبط بملفها النووي والتهدئة في اليمن وملفات إقليمية أخرى. لكن نشوب التصعيد في غزة واتساعه في المنطقة غيرا من التوجهات. الدعم الإيراني واصل تدفقه نحو الحوثيين ومكنهم من صناعة صواريخ محلية، بعيدا عن مرأى ومسمع الاستخبارات الأمريكية التي أصبحت وفق تقارير أمريكية لا تمتلك معلومات دقيقة عن تحركات المتمردين ومواقعهم، وكان تركيزها في اليمن ينصب على متابعة تحركات القاعدة. وتلك واحدة من سلسلة إخفاقات الإدارة الأمريكية المتعاقبة أشار إليها المجلس الأطلسي، من بينها تجاهل خطر الحوثيين ورفض دعم جهود التحالف العربي لتحرير مدينة الحديدة الساحلية من قبضة المتمردين، والتي تحول ميناؤها إلى نقطة مركزية في عمليات استهداف السفن. فكيف تنوي الولايات المتحدة التعامل مع تحديات الوضع الجديد؟ تحاول واشنطن تحقيق التوازن بين الموقفين الدفاعي والهجومي عبر مهمة حارس الازدهار لحماية الملاحة الدولية، منتهجة ضربات محدودة على الحوثيين وصفت بالتأديبية، لكنها غير قادرة على تغيير الوضع. والسبب يرتبط بتجنب الولايات المتحدة مواجهة مباشرة مع إيران، وكذلك تجنب الانخراط في صراع قابل للتوسع قبل الانتخابات الأمريكية، وبالتالي تراجع شعبية بايدن المهتزة أصلاً.